استوليت على كتابي وأصحابي وقصة شعر الشبابي، ولا أطيق رؤيتك ولو للحظة على بابي. هذا من كتابي الفن في معرفة جوان، الصفحة 60. شكراً، سعيدة بالتعبير عن أفكاري، وبداخل هذا الكتاب قد جمعت كل أشعاري. شارم كاستر، ماذا تفعلين هنا؟ تخدعين الناس بكلامك المعسول كالعادة؟ في الحقيقة أنا الآن أقوى وأفضل من أي وقت مضى. ولعلمك، لو أردت أن أصف نفسي في كلمة واحدة فستكون التفوق. رائع، وأنا أيضاً. الكلمة التي تعبر عني التفوق على بين دائماً. أعني هيا اذهبي بسرعة. نعم، التفوق، هذا أنا. ما هذه؟ أوه، حسناً، ربما أعطاها لعمي. لم أعد بحاجة لعمي هاكس، علي أن أثبت نفسي بنفسي. سمع عن مسابقة شعر هنا. شعر من نوع رديء. بن، مسابقة الشعر الرديء مستمرة وسيصعد على المسرح الآن صديقنا القديم. هذا صديقنا القديم؟ هذه قصيدة عن... لحظة، لا أتذكر أنني كتبت. انزل من على المسرح. تظن أنك الأشراس، فلتعرف مع من تتحدث. اسمح لي، أنا لا أجد هنا بطلا مثلي. أنا كاذن، تتحداني على المسرح وأنا لن أسمح. وهنا بن مع جده وجوان ليهددوني. ليتك تعلم لست أخاف الصيحة ساعتك. آليك، فضائيك، محبيك وكل ما فيك. خليك تحسب أنك قط العالم، من سيخربش كل العالم. فلتحذر والآن أعلم مع من تتكلم. سأخبرك بشيء يا كيفن 11. رات سيهزمك أيضا في معركة الراب. ولو ظننت الراب موهبة، فاعلم أنه لا يتعدى رص الكلمات بلا أوزان ولا ألحان. سأعلمك الراب يا فنان. لا تفهم الراب. لست جاهلا في الفنون. أنت لا تملك موهبة راث. لا، لكن الراب موزون بحساب. أم تظن أن الراب مجرد صراخ؟ راث يظن الصراخ أهم شيء. كيفن يقول إن الراب موزون بحساب، فلتسمع الراب من المعلم. اسمي بن، وعمري تن، وأتحول لفضائي يجيد الزن. ولو كنتم ترونني الأحلى فأيديكم لأعلى. بن، لا تغني. حتى جدك يرى أن المسرح ليس مكانك.